بمناسبة الأحد الثاني من لوقا، والذي يقام فيه تذكار القديس إيروثيوس أسقف أثينا. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس العقبة، حيث قال سيادته خلال عظة القداس: إن الرب يسوع في إنجيل اليوم قد علمنا حباً جديداً بعيداً عن المصلحة. وفي نهاية الخدمة أعلن سيادته عن بعض قرارات البطريركية بخصوص الكنيسة. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة بحضور جمع من المؤمنين. شوفوا قديش المحبة، المحبة بتحاكي كل واحد فينا، هي محبة شخصية مش محبة عمومية زي ما كتيرين بيحاولوا يفرجونا إياها إنه المسيح حب الكل. لا، المسيح حبك، المسيح حبك، المسيح حبني، المسيح أتى من أجل كل واحد فينا ومات من أجل كل واحد فينا. عشان هيك نفس كل إنسان هي مقدسة وثمنها غالي، لأنه ثمنها دم المسيح على الصليب. المسيح من أجلك مات، ثمنك غالي لأنه ثمنك هو دم المسيح. الإله الإنسان، الإله المتجسد، مات من أجلك حتى يحكي لك إنه أنا بحبك. علاقة شخصية مع كل واحد فينا حتى يجذب الكل له، حتى نقول كلنا واحد فينا.